من القدس تنضم إلينا مسؤولة الإسناد والمناصرة في منظمة أكشن إيد ريهام الجعفري. أستاذة ريهام أهلا وسهلا بك. أستاذة ريهام، نحن نتحدث عن مرحلة جديدة، مرحلة أكثر وأكبر خطورة مما يمكن أن يتصوره عقل، خاصة عندما نتحدث عن هذا الاجتياح البري المحتمل لمدينة رفح. اليوم أمام هذا الاجتياح العواقب الإنسانية واضحة، ولكن عندما نتحدث أيضا عن العواقب المترتبة للمنظمات الإغاثية وعمليات الإغاثة والمساعدة بشكل عام، فكيف قد يكون هذا المشهد؟ شكرا لكم. نعم، هذه العملية البرية سيكون لها عواقب لا يمكن وصفها. سيكون نحن نعلم أن منطقة رفح هي جوهر العمل الإنساني ومركز العمل الإنساني في قطاع غزة، وهي النقطة والمدخل لدخول المساعدات الإنسانية. على الرغم من أن المساعدات الإنسانية من منذ بداية الحرب حتى الوقت الحالي هي كانت قليلة وكانت لا قطرة في بحر، ولكن إذا ما تم الاستمرار في الاجتياح البري لرفح سوف لا يكون هنالك بدائل للمنظمات الإنسانية في ظل إغلاق المعابر. نحن نتحدث عن إغلاق للمعابر منذ الأمس، سوف يكون هنالك قتل وتوقف للعمل الإنساني. وحتى كما حذر برنامج الغذاء العالمي من انتشار المجاعة من الشمال إلى الجنوب، هذا يدلل على أن المساعدات التي دخلت غزة لم تكن كافية ولم تكن كافية للتغلب على المجاعة وعلى مستويات الجوع الكارثية التي وصل لها السكان في قطاع غزة. عدا عن ذلك سوف لا يكون هنالك ضمان ولا لأمن وسلامة الطواقم الإنسانية، سوف لا يكون هنالك ممرات آمنة، سوف يكون هنالك مئات الآلاف من الضحايا الذين سيقعون ضحية نتيجة لهذه العمليات العسكرية في ظل انهيار كامل للقطاع الصحي والنظام الصحي في قطاع غزة. وبالتالي المطلوب من حكومات العالم، المطلوب من قادة العالم التحرك فورا لوقف إطلاق النار، للتوصل إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل، وقف هذه العملية على الرغم من استمرار العمليات العسكرية والقصف على أجزاء كثيرة من مدينة رفح. هنالك بشكل يومي عدد من الضحايا يقعون جراء هذه العمليات العسكرية. الأزمة الإنسانية، حماية المدنيين لا تتم إلا من خلال وقف فوري لإطلاق النار. نعم، أمام كل ذلك اليوم، إذا ما تم إجلاء العديد من السكان، نحن نتحدث طبعا عن دعوات واضحة الآن وهي إجبار وليست دعوات حقيقة فيما يتعلق بإجلائهم إلى ودفعهم للنزوح مرة جديدة إلى مناطق في الوسط، هذه المناطق بحد ذاتها تعاني من الاكتظاظ، فكيف يكون الوضع في تلك المناطق التي أساسا تستوعب أكثر من قدرتها الاعتيادية بأضعاف؟ هي كارثة إنسانية، كارثة سكانية. حتى لو تم إجلاء السكان إلى هذه المناطق، هل هنالك ضمان لسلامتهم ولأمنهم أثناء نزوحهم مرة أخرى؟ هل هنالك ضمان لإيصال المساعدات الغذائية لهم؟ نحن نتحدث عن ليس فقط النزوح، ولكن حتى الطريق إلى النزوح هل هو آمن؟ يعني نحن نتحدث عن كارثة لا يمكن وصفها ولا يمكن إيجاد أي كلمات لتصف ما يتعرض له السكان. يذهبون إلى مناطق أصلا هي مدمرة، البنية التحتية فيها مدمرة، هنالك انتشار للأمراض. أمام إزاء هذا الصمت وعدم الفعل على المستوى الدولي على مستوى الحكومات، فإن ما شاهدناه في خان يونس سوف نشاهده في رفح مرة أخرى. سنشاهد تدمير للمستشفيات، سنشاهد كثير من الجثث التي تم العثور عليها بعد انتهاء العمليات العسكرية. سنشهد أيضا سيناريو رفح الجديد مشابه لسيناريو خان يونس ومدينة غزة. إذا المطلوب هو وقف إطلاق النار. السكان سينزحون، سوف ينامون بالعراء إذا إن وجدوا مساحة للنوم، وبالتالي هنالك كارثة إنسانية تتدهور أكثر وأكثر وتصل إلى مستويات لم يعرفها التاريخ الحديث في بقع وأماكن صراعات حربية عسكرية حدثت في التاريخ الحديث. شكرا جزيلا لك مسؤولة الإسناد والمناصرة في منظمة أكشن إيد ريهام الجعفري، كنت معنا من القدس.